حلو الامور خيري غايزه فقفد همور خيري شوكه في الزور خطف الاضواء فما فيش نور ليه بيدس علشان مغمور عايز يبان ده اتنشن هور ما تقولش صاحبي انت مش جو فما انتش برو ولا فاكن برو انفيدالتي مستحيل اعمل لحد في دردي خدي جنمر الاعلى في البلدي عشان الله وهبني ميزني هاي من تلتي تحس بالظبط ان توما الشلب بس جسدي السندي كده بدي قدك ان تبعي لو انت فاكر ان جامد انت برضه بعد ده ما كان كل جاهل انك بجد وتعبي مش هحد حد ايه ده لما اقضي شبعي اما يور ايدول متاثر بيا فيك اينو زي اي كوره سيم شايتو تتسمع ما تتشافش راديو حتى لو عملت زي امينيم تشيكي 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 برضه مش هتابع فاكت فاك يو كله باص من غير مسابقه جولدن باص دول تلامذة لو ده فصل سمعوا اتعلموا منا نسيونا دي اللي تصل طلعوا مرضى بالنص حنفيه عظمه سباك هنفتح على البحري فيوز فلوس سداد خلينا جاب على السعدي اهم شيء هو الكاش مش مهتم ليك يا صاحبي عملت طفره في الراب المجال ده صاحبي تنمي فيا وتختاد كلش معايا تلف صحني جديد اخباري شغلك شغلني شغلي ومصلحتي مش بفكر غير في راحتي رزق الدودة في الحجر مش بستسلم انا بطل مستني رزقي من ربي